la liste pour les deux matchs. Pour les gardiens de but, Mounir, qui a joué dial RS Berkane, Yassine Bouno, dial Hilal, ou Mehdi Ben Abid, dial l'ASFA. Pour les défenseurs, on a Achraf Hakimi, du Paris Saint-Germain, Nocel Mazraoui, Manchester United, Abdel Kabir Abkar, dial Alaves, Younes Abdelhamid, dial Saint-Etienne, Achraf Dari, dial Ahli, نايف غير ديال ويست هام يونايتد، زكريا الهوهدي ديال غانك، محمد شيبي ديال بيراميد، وعدم عزنو ديال بايرن ميونيك. او ميليو دو تيران سفيان امرابات فيورنتينا، امير ريتشاردسون فيورنتينا، بلال خنوس بون نورمالمون ابارامون اوفيسيال سماتان نورمالمون سي ليستر بريمير ليغ. عندنا ابراهيم عبد القادر دياز ديال ريال مدريد، وسام ترغالين ديال لو هافر، وعز الدين ناحي اولمبيك مارسي. لي اتاكون عندنا حكيم زياج ديال غالاتا سراي، الياس اخوماش ديال فيلاريال، امين عدلي ديال ليفركوسن، سفيان رحيمي ديال العين، ايوب الكهبي ديال اولمبياكوس، يوسف ناصري ديال فينرباتشي، الياس بن صغير ديال لايس موناكو، وعبد الصمد زلزولي ديال بيتيس سيفي. Voilà la liste finale, dès le mois septembre, Inch'Allah.